هذه هي مدينة أزا، أتمنى الإعجاب ديالكم، أتمنى تبان لكم. مع الأسف خسرت لينا هاد البارتي اليوم، مع الأسف. هذه هي مدينة أزا، مدينة رائعة، مدينة شادي يقول لكم قد الحال، مدينة فيها السكينة ديالها، إذن منطقة متواضعة، منطقة خاصة في الصحراء المغربية. الناس اللي عندهم فلوس راه ما غاديش يسكنوا لكم هنا، كيمشيو يسكنوا في أوروبا، في خارج المغرب، ولا أكادير، ولا كازا، ولا بعد المدن الكبار. بعد الناس شكون باقي الناس هنا؟ عادي، الناس متواضعين، الناس يحبوا الأرض، يحبوا مدينة أزا، هما اللي جالسين هنا. هادشي اللي كاين. أما الناس اللي عندهم فلوس صحيحة راه ما غاديش يسكن لك في مدينة أزا، مستحيل. يقدر تكون عنده الدار هنا كيكريها وكيمشي يسكن في الرباط، ولا الدار البيضاء، ولا طنجة. هذا هو الواقع. وفي نفس الوقت درجة الحرارة مرتفعة، خاص في أزا. أزا مدينة فيها صحراويين، فيها قبائل كما كتشوفوا بعد الساكنين ديالهم. دابا يبانوا لكم الساكنين ديالهم، الناس قلال، ما كاينش بزاف، عادي. فهمتوا البلان؟ إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير. إذا مع الأسف الشديد درجة الحرارة بقوة خاص في مدينة أزا. إوا جلست لكم تبرد الحال باش نصور لكم هاد البلاصة ديال مدينة أزا، وعلى الله تكون عامرة. هادشي كنتمناو، نتمنى تكون مدينة أزا هاد العشية عامرة. اوف 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 واش هادشي؟ اوف 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 بصح زاد. اوف 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 جابت لي الثمن. ربي ربي، الدعوة ديالكم بالشفاء الفيزا، الدعوة ديالكم. واش غادي نقول لكم؟ راه هادشي راه بزاف، ترى ما يمكنش هادشي، راه ما تصدقوش هادشي. راه إلا بقينا بهاد الطريقة غادي تشوفوا الناس مسطين، والله غتلقاو بزاف ديال الناس مسطوا. ما هو السبب في الفتيات؟ هادشي اللي كاين. إذا حذاري ثم حذاري، دائما تجنبوا بحال هاد النوع. راه كثرت المكياج، كثرت لاطاي، كثرت هادشي، راه يقدر يفقد الإنسان عقله. كثرت الجمال، إذا ممكن تشوف شي حاجة وتصدم، ويقدر تفقد عقلك، يقدر يا ربي السلامة. إذا حذاري ثم حذاري. أشنا هو الحل؟ الحل هو تجوج، وحاول ما تمشيش البلاصة فيها الفتيات والنساء باش ما يجيبوا لك التمن. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير. هادشي كنتمناو، مدينة أزا هي هادي. إذا القبة ها هي كتبان لكم من لهي، القبة هذيك القبة ديال أزا. غندخلو لكم شارع العوينة ياك، غنمشيو ديريكت، غنمشيو ديريكت حنا حسن، ومن بعد نرجعو لشارع العوينة. إذا أجواء ممتعة، أجواء رائعة، أجواء جميلة خاص في مدينة أزا. كما كتشوفوا الناس كيسافروا، كاينين بعد الناس كيسافروا. كما كتشوفوا واحد يوتيوبرز، يوتيوبرز صحراوي داز حاليا هنا، أنا قشعتو. الله يسهل على الجميع، أي واحد الله يسهل عليه. إوا كما كنقولوا دائما، شي حطاتو شي زواتو. شي حطاتو شي زواتو، شي كيتمتع شي كيتعذب. هذا هو الواقع. إذا مدينة أزا هي هادي كما كتشوفوا، بعد ساعات تقريبا غادي تكون أزا عامرة. إوا غادي تشوفوا صحراويات، وغادي تشوفوا صحراويين. إذا مدينة متواضعة، مدينة عادي، شي حاجة عادية، ماشي شي حاجة اللي بحال المدن الكبار، ولا بحال لاكوت جنة ديال سيدي ربي. لاكوت ترى جنة ديال سيدي ربي، أما هنا راه درجة الجحيم هنا، باش نكون واضحين. عايشين حنا الجحيم اليوم، راه درجة الحرارة في السلامة. عرفتي شنو كاين هنا؟ الله يستر وصافي. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. تحياتي للساكنين ديال أزا، وتحياتي للجميع. اذا كما كتشوفوا العلم ديال المغرب ها هو، هذه الجامعه ديال أزا. ايوا القبه راه كاينه هنا، راه دزناها في الجامعه. فاش كاينه القبه، القبة ديال أزا. إوا كنشوف الجو كيبرد واحد شوية، واخا أنا داير الكليمة، حاليا نخدم من الكليمة،
كتساعدنا على حساب درجة الحرارة. لو كان مشهد الكليمة لو كان بزاف سخف ليكون بزاف بدرجة الحرارة يكون سخف بزاف، ولكن عنده الكليمة في السيارة هذه الكليمة كتساعدني، وعندي الماء البارد باش نكون واضحين، عندي جوج قرعي ديال الماء البارد او ما حدايا، انا داير الاحتياط الراسي. هو غادي نحاولوا نرجعوا، نتمنى ان شاء الله يكون خير. ايوا حنا كما قلنا راه ماشي اكادير حتى الله ما يتصور في اكادير، كاين بوجلود كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا راه عاوتاني العائله هي كلشي، تزور العائله راه هي كلشي باش نكونوا واقعيين. هاد الفيديو حاليا في العواشر ماشي قديم، هاد الفيديو ديال دابا ديال العيد، قلت نمشي لكم شويه باش نجيب الفيديو هو هذاك، حيت عندي هاد البارطه حتى هي خسرات ما عرفت مالها، بدات كتحرك غتبان لكم في الفيديو. نتمنى الفيديو يبان لكم. هذا مش جيد، هذا مش جيد ديال اسا، والقبه ها هي القبه على اليمين والمسجد على اليسار. اذا اشواء ممتعه بالنسبه للتيتيز على حسب قرميم، قرميم كاين تيتيز، قرميم كاين تيتيز، هنا شويه تيتيز ما كاينش، قليل تيتيز، ربما يقدر تيتيز مشى يدوز العطله ديالو، حيت لا يعقل نشوفوا التيتيز خاص في هذه المدينه ودرجه الحراره 50 درجه. ملي غادي تكتشف 50 درجة تيتيز خصو المكان اللي بارد، تيتيز خصو المكان اللي فاش غادي يتمتع، حيت الزين كيستاهل كلشي، حيت ربي هو اللي حطاه، حطاه معاه الجمال وحطاه التسخر ديال الإنسان، حيت ربي هو اللي كيسخر البنات، هما كتلقاو واحد تيتيزة واعرة كلشي عندها عايشة حياتها كيما بغات. ما هو السبب؟ السبب الجمال ديالها، الجمال ديالها، الجسد ديالها، الصوت ديالها، عرفات كيفاش تعيش حياتها، ومن بعد كتستاهل، كتستاهل داك الشخص كيدير المجهود كيقول لها كلشي ديالي، وتا هي كتهلا فيه وكيتهلا فيها. إذا هادي هي الحياة، حيت الزين كيستاهل كيبغي بلاصة اللي فيه البحر ويتمتع، علاش هاد البلاصة راه صعيبة، الناس اللي عندهم بزيز وصافي، أما الناس اللي عندهم الفلوس خصهم يعيشوا حياتهم. اذا مدينه اسعي هادي كاينه هاد البلاصه فيها الاشغال، انا غادي نتغدى ان شاء الله، من بعد غادي نرجعوا ان شاء الله نصور لكم الاشغال، بعد نهايه الاشغال غادي نصور لكم هاد البلاصه. ومدينه اسرى ماشي غير من زمان هادي كنصور مدينه اسا، خارج من 2020 غادي نحاولوا ندخلوا لكم شارع العوينه، هذا هو شارع العوينة. هاد لا حلب التيخ، هذا صحراوي، هذا صحراوي شتي، هذا صحراوي، هذا صحراوي اللي داز دابا، ما كاينين بعد صحراوي كلهم هادو صحراوي. ايوا كما شفتوا الفيديو من البداية حتى النهاية خاص ديال اسا، درنا صورنا لكم على حسب داكشي اللي على حسب الامكانيات ديالنا. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على المشاهدة ديالكم، نتمنى برا وخرا نجي لاسا، مرة نجيو لاسا، وعلاش لا ان شاء الله نصورو لكم المحبس من جديد، نصورو بعض المناطق خاص في الصحراء المغربية، هادشي كنتمنى ان شاء الله بحول الله. وحنا دائما كنديرو المجهودات ديالنا، ماشي غير اجي ساهلة نجي لاسا، كتكون القضية صعيبة باش نوضح لكم، راه كيلومترات كثيرة من اكادير الى المنطقة ديال المحبس، ربما 1000 كيلومتر ربما، اذا القضية ماشي سهلة، حتى حنا كنديرو المجهودات ديالنا باش نصورو لكم فيديوهات في هاد المناطق. علاش كنجي لهنا؟ حيت كيعجبني، باش نكون واقعي كيعجبني نصور خاص في الصحراء المغربية، واحد الحب
هادشي اللي كاين هما بالنسبه بعد الناس كيقول لك لا راه كيبغي شي حاجه راه ما كاين والو هادشي منه. وفي نفس الوقت نخلي انا اكادير عامر بالتيتيز عامر بالفتيات اكادير اللهم بارك هكا يحطوك الفلوس تمشي معاهم وما يخلصوا غتمشي معاهم الفتيات. ونجينا لهاد المنطقه باش نقلب على شي فتاة هنا قلت لكم حبا للصحراء المغربية حبا للوطن. والله ينسى ملكنا محمد السادس ودائما التضامن ديالنا لان انا مرتاح ملي كنجي لهنا كنرتاح. هادشي اللي كاين اما بالنسبة للتيتيز وداكشي الا كان بغيت التيتيز راه حدايا في اكادير تما مشيت في اكادير نلقى قد هكا وبغيت حتى 10 نجيبهم ما عنديش مشكل هذا هو الواقع. اما بالنسبة هنا راه هادشي اللي كاين راه ما كاين منه والو. واصلا انا ما كنحبش انا دائما كنحافظ على قلبي وكنحافظ على الكبده ديالي ما كنبغيش نحب حتى شي وحده ما كنبغيش ندخل حتى شي وحده عقلي لا قلبي لا كبده ديالي. عمر نربي الكبده ديالي على شي وحده شكون هي باش نربي عليها الكبده باش نكون واقعين دائما انا ما كنحبش باش نوضح لكم انا كنت كنحب واحد السيده الحب الاول ديالي فقط سالينا فشلت في الحب الاول ديالي ما نجحتش فيه صافي سالينا هادشي اللي كاين. شي واحدة جات قالت لي كنبغيك راه هي كتفكرها في جيبي هادشي اللي كاين ما كتبغينيش انا كتفكر في جيبي اش غادي ندير انا ماشي واحدة هذا هو الواقع. الا بغيتي الفلوس نعطيك الفلوس ما عنديش مشكل ولكن ما غاديش نحب نعطيك الفلوس ولكن ما نحبكش هذا هو الواقع. اذا هذه هي الحقيقة حب اللي في الله كنجل هنا عزيز عليا اسا وحياتي هكا كنبغي دائما نكتشف ماشي كاين دائما كندير الجولة ديالي في هاد المناطق ديال الصحراء المغربية علاش ما نمشي لوجدة ولا نمشي لطنجة اللي فيها شي حاجة كبيرة ولكن لا هنا هو اللي مهم عندنا هنا هو اللي محتاج بينا هاد المدن ديال الصحراء المغربية هي اللي محتاجة بينا باش نبارطاجوها ونبانو. راه ندير هاد الفيديو اكتشفوا الأعداء ديال الوطن واحد مغربي واحد اليوتيوبر مغربي راه صور أقاليم الجنوبية صور أساس صور المحبس راه القمة ديالو طالعة. إذا هادشي اللي كاين أخوتي في هاد الفيديو تهلاو.